رحلاتنا كثيرة والكل رحلة قصتها. رحلة صيد الضفادع والوالدة تزخنا يوم الضفدع يفضحنا في نص الليل، كنا ناكل فراخ عن سنة قدام، والغدا يومها كان ليه ما ننسدح. لماي ولا أبوي ليلام كانت كلمة أختي الأولى. في لحظات بحياتنا عمرنا ما بننساها، ذكرياتنا كثيرة ومع بعضها تشكل قصة دولتنا. ذكرياتي في الإمارات.